عشان نطمن على شروق بشكل كبير. خلينا ناخد شروق فؤاد على التليفون. يا كابتن شروق، مساء الفل عليك. مساء النور، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. طمنينا وطمني جمهور النادي الاهلي على حالتك الصحيه دلوقتي بعد العمليه الاخيره اللي عملتيها. لا، هو الحمد لله انا احسن بكتير من دلوقتي. حتى لو في وجع بسيط فانا اكيد احسن برضه من اليومين اللي فاتوا دول. لسه والله رايحه الدكتور النهارده يعني، وقايل ان شاء الله ممكن انزل كمان اسبوعين كده ولا حاجه. يعني بعد اسبوعين ممكن تنضم ان شاء الله للتدريبات. ابتدي بقى كده على خفيف كده ان شاء الله يعني. ان شاء الله بالتوفيق يا شروق. لكن عايز اتكلم بالتحديد بقى على المنافسات الكتير اللي انتوا هتشاركوا فيها الموسم الجديد، وخصوصا ان انتوا اكيد عليكم عبء كبير خلال الموسم ده، خصوصا بعد ما قدرتوا ان انتوا تحققوا الموسم اللي فات 4 بطولات، وده كان انجاز اكيد كويس جدا بالنسبه لكم. بتفكروا في المرحله الجايه ازاي، والدوافع بتخلقوها لنفسكم ازاي بعد ما حققتوا كل البطولات؟ فاكيد لازم تخلقوا لنفسكم دوافع جديده عشان ان شاء الله تنافسوا على كل البطولات الموسم الجديد وتقدروا تحققوها وتسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. بالظبط، هو الموسم ده اساسا هيبقى اكيد موسم صعب علينا، عشان احنا لازم نحافظ على اللي احنا عملناه الموسم اللي فات. فهو كابتن حمدي اصلا بادئ الموسم من نص شهر 6 كده يعني، فتره الاعداد المفروض تبقى طويله شويه يعني عشان خاطر نستعد فيها كويس يعني. عندنا طبعا الدوري والكاس وافريقيا وبطوله عربيه، ده بطوله عربيه ان شاء الله في شهر 12 في تونس، فبرضه هتبقى دي طبعا يعني استرس علينا يعني ان احنا ان شاء الله لازم نروح نكسبها ان شاء الله. بس في الفرقه دلوقتي اصلا يعني ابتدت التمرين عادي خالص، فتره اعداد بادئين بقى لنا اصلا 3 اسابيع ولا حاجه. احنا بادئين بدري اصلا عشان اللي هو برضه ان احنا نستعد برضه براحتنا وكده، عشان برضه كله في مصلحتنا يعني، عشان برضه نحافظ على اللي احنا عملناه. طب شايفه المنافسات هتبقى شكلها عامل ازاي، خصوصا في ان كل الفرق تقريبا دعمت صفوفها شروق؟ هو بالنسبة لأفريقيا والبطولة العربية أنا شايفة إن هي هتبقى أصعب بكتير من السنة اللي فاتت، خصوصا إن هي مش على أرضنا يعني. هو برضو بتبقى على أرضنا بيبقى عندنا طبعا دفعة أكبر، حافز أكثر طبعا، وجمهور على أرضنا وكده. بس هي بقى لما تبقى في تونس، وهو أصلا المنافس برضو لينا تونس وفرق كينيا، فهيبقى الوضع مختلف. فهي أنا شايفة إن هي هتبقى بطولة صعبة برضو أفريقيا والبطولة العربية، بس إن شاء الله إحنا قدها يعني إن شاء الله. طب شروق، انت احد اللاعبات اللي عندهم خبره كبيره جدا داخل النادي الاهلي، واكيد حققتي كل البطولات المختلفه اللي شاركتي فيها مع الفريق، لكن بالتحديد عايز اسالك ازاي بتقدري تجددي الدوافع بالنسبه لك عشان تبقي عندك حماس اكبر، او على الاقل نفس الحماس اللي انت بتخوضي بيه كل البطولات على مدار المواسم السابقه مع الفريق؟ ممكن ابقى بشتغل على نفسي اكتر يعني، بحاول يعني ان انا احسن من نفسي. لو عندي مثلا اي دروب مثلا في اي مهاره عندي، لازم اتكلم مثلا مع المدير الفني فيها الاول وكده، وبنشوف مثلا لو انا عندي مثلا دروب مثلا في البلوك شويه، لو عندي اي حاجه ثانيه بنتمرن عليها اكتر عشان ما يبقاش في اي حاجه واقعه يعني. تمام. بس فبرضه فكل في مصلحتنا يعني. بالتوفيق ان شاء الله يا شروق، ونتمنى لك ان شاء الله الفتره الجايه تكوني بالف سلامه كده وتقدري تعودي للفريق وتساهمي معهم ان شاء الله في منتخب في مختلف البطولات. شروق فؤاد طبعا احد اللاعبات المهمه جدا داخل فريق كره الطائره السيدات بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.